كيكة البرتقال، ودي اكتر كيك ممكن تعمليها ونتيجتها مضمونة 100%. النهاردة كمان عاملينها بالزبدة علشان نديها طعم كده غني ولذيذ، ان شاء الله هتجربوها وتعجبكم جدا. بينا نشوف المقادير ونعرف مع بعض طريقة التحضير. عندنا ايه بقى؟ عندنا 2.5 كوباية من الدقيق، دقيق متعدد الاستخدام، هننخله كويس جدا مرة واتنين. هنحتاج 0.5 كوباية زبدة، 0.5 كوباية زيت. احنا عاملين ميكس ما بين الاتنين عشان ناخد الهشاشة بتاعة الزيت والطعم الحلو الغني بتاع الزبدة. كمان هنحتاج 1 كوباية من عصير البرتقال، 2 كبار بشر برتقال، يعني القشرة الخارجية للبرتقالة، 1 كوباية سكر، 4 بيضات، ممكن نخليهم 3 مفيش مشكلة، بما ان البيض غلي فممكن نستخدم 3 بيضات بس يكون حجمهم كبير، 1 معلقة صغيرة من الفانيليا، رشة ملح، 1 معلقة كبيرة من البيكنج باودر، و1/4 معلقة صغيرة من البيكنج صودا. يبقى عندنا 1 معلقة كبيرة بيكنج باودر و1/4 معلقة صغيرة من البيكنج صودا علشان تدينا قوام هش اكتر. تعالوا بينا بقى نشتغل، وهنشتغل برضو في الخلاط، فمسهلين الموضوع جدا جدا. ابتدي اخد بقى كل المكونات السائلة اللي عندي، هركن بس الدقيق ومعاه البيكنج باودر والبيكنج صودا. تعالى ناخد كل ده نحطه في الخلاط، احط البيض، السكر، عصير البرتقال، احط كمان الزيت، ما ننساش الفانيليا، وما ننساش حاجة مهمة، ذرة الملح، حطها كده. هحط كمان بشر البرتقال حوالي 1 معلقة كبيرة، ويلا بينا بقى الكلام ده كله نبتدي نخلطه مع بعض في الخلاط لغايه ما نحس ان السكر بتاعنا خلاص القوام بتاعه مبقاش موجود، البلورات بتاعته خلاص دابت تماما كده، احنا 10 على 10. يلا بينا، بسم الله. كده تمام، الخليط اختلط تماما والدنيا بقت زي الفل. قبل ما نبدا في اي كيك لازم في خطوات بنعملها علشان الدنيا تبقى تمام. احنا ما حطيناش الزبده كده، حطينا الزيت بس، صح؟ ماشي تمام. احنا نسينا نحط الزبده يا جماعه، انا طلبت ان هي تتسيح ونسيتها. طيب يلا بينا نحط الزبدة ونكمل ونرجع نقول الخطوات مش هننسى. يلا بينا. عملنا ايه؟ حطينا كل المواد السائله، حطينا البيض، حطينا الزبده، 0.5 كوباية زبده، 0.5 كوباية زيت، وقلنا البيض 4 بيضات بس لو عندنا البيض كبير نكتفي ب3، حطينا الفانيليا، حطينا ذره ملح، حطينا كمان السكر، وحطينا عصير البرتقال اللي كان عباره عن 1 كوباية والسكر كان 1 كوباية برضو، كل ده في الخلاط وضربناهم كويس جدا جدا. قلنا ان في خطوات مهمه جدا قبل ما نبدا نعمل الكيك لازم نعملها، ان احنا نختار القالب المناسب للكميه بتاعت الكيك، يعني كيكتنا النهارده محتاجه قالب مقاس 24 26 بالكتير. القالب بتاعنا حضرناه، المقاس بتاعه تمام، دهناه زبده او سمنه ورشناه بالدقيق ونفضناه تاني عشان يبقى معانا جاهز بالشكل ده. ده قبل ما ابتدي اعمل الكيك. الفرن بتاعنا لازم نشغله على درجه حراره 170 180 بالكتير علشان اجهزه انه يسخن على بال ما ابتدي اعمل الكيك. الدقيق بتاعنا لازم ننخله كويس جدا مرة 2 3 علشان يبقى معانا القوام بتاع الكيك هش. دي خطوات أساسية. كمان في حاجة مهمة جدا، البرتقال، عصير البرتقال، البيض، الزبدة والزيت لازم كلهم يكونوا بدرجة حرارة المطبخ، ما ينفعش أطلع البيض ساقع من التلاجة ولا عصير البرتقال ساقع من التلاجة. دي حاجات مهمة جدا لازم ناخد بالنا منها.
ونحط عليه معلقه كبيره من البيكنج باودر، الدقيق ده كان كوبايتين ونص من الدقيق، واحط ربع معلقه صغيره من البيكنج صودا وابتدي اخلطهم مع بعض كويس. تمام. ونجيب بقى المكونات بتاعتنا اللي احنا ضربناها في الخلاط ونبتدي نخلط بقى الجاف مع السايل. بصوا بقى كده خليط الكيك، شايفين الجمال بتاعه؟ تحفه. كده خلصنا، اتاكدت ان الدنيا تمام، الدقيق تلاشى تماما، كل الخليط بقى متجانس، القالب بتاعنا جاهز. نبتدي ننزل يلا الخليط. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين هو ده القوام المطلوب، ننزل بقى كله. زي الفل. هبتدي بقى اوزعه كويس في القالب بتاعنا. خطتين بالراحة كده. الكيكة جاهزة، يلا بينا على الفرن على الرف الوسطاني وعلى درجة حرارة 170-180، شغالة من تحت بس، ونقفل ونسيبها بقى يعني نص ساعة 40 دقيقة بالكتير، ونختبرها علشان نشوف اخبارها ايه، استوت ولا لا. ولما نيجي نختبر نختبر من النص علشان ناخد نتيجة مؤقتة. شايفين الكيك هشة جدا جدا، بصوا يا بصوا عاملة ازاي، بصوا تحفة ما شاء الله. تيجوا نقطع حتة كده ونقدمها عشان نشوفها من جوه كمان. يلا بينا. حطينا بقى شرايح كده ايه برتقان، بما ان الكيك بتاعتنا بالبرتقان، كيكة واحنا بنقطعها باينة ما شاء الله. بصوا من جوه، بصوا جمال، بصوا الكيكة تحفة ما شاء الله، اكتر من رائعة.